مرحبا بكم مشاهدينا، سنناقش هذه الأحداث السياسية داخل الاستوديو معي ضيفنا الكريم داخل الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بركات النجار. مرحبا بك أستاذ بركات، أحييك على شاشة السودان 24 الآن وبرنامج مع الحدث. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين على امتداد البث وبجميع العاملين. الله يسعدك يا رب العالمين. أستاذ بركات، يعني في بداية هذه الحلقة والمحور الأول، يعني صرح قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير أن يعني خلال الأسابيع القادمة أو أسبوعين قادمين سوف تكون يعني هنالك ترتيبات دستورية ويعني إعلان رئيس وزراء مدني خلال هذه الأسابيع لوضع الجيش أمام الأمر الواقع. فبداية، ما هي قراءتك لهذا الخبر سيد بركات؟ مرحبا بك مرة أخرى. أنا أعتقد الإعلانات يعني شهر 8 أو شهر أغسطس القادم سيشهد الكثير من الأحداث السياسية. وده واضح من التصريحات العديدة التي تصدر من القيادات السياسية والفاعلين السياسيين، لكن أبرز هذه التصريحات كانت من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي في حوار مع صحيفة تريبيون بأن الحرية والتغيير والقوى السياسية المدنية ستعلن عن رئيس مجلس وزراء في الفترة القادمة. لكن أعتقد هو السؤال الموضوعي والمطروح في الساحة السياسية، كيف سيتم الآلية التي سيتم بها اختيار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من هي القوى الفاعلة التي ستتوافق على هذا رئيس مجلس الوزراء؟ لأنه كما شاهدنا أو كما عاصرنا في خلال الفترة الماضية تم اختيار رئيس وزراء ربما كان متفق عليه من جميع الأطياف السياسية، لكن أيضا تحدث الكثيرون أو اعترض عليه الكثيرون بأنه لا يمثلهم. فالسؤال الأساسي في هذه المرحلة هو ما هي الآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء، ثم ما هو البرنامج الذي سيتم الاتفاق حوله لينفذه رئيس الوزراء. فمجرد اختيار رئيس الوزراء أعتقد هو يعني تصريح سياسي ليس حقيقي، يعني لا يمكن أن يحدث بهذه السهولة. لكن بنفس الطريقة التي أعلن بها العسكر بأنهم انسحبوا من المفاوضات وإنهم ابتعدوا عن العمل السياسي، أعتقد أن محمد الفكي أعلن ذلك التصريح باعتبار أن القوى المدنية أيضا لديها أوراق يمكن أن تطرحها أو تلقي بها في الساحة السياسية. نعم سيد النجار، يعني عفوا المقاطعة، ولكن في هذه النقطة التي ذكرتها أن في 4 يوليو الجاري يعني أو الماضي الجيش أعلن الانسحاب تماما لإفساح المجال أمام القوى المدنية للاتفاق على حكومة مدنية. يعني برأيك هل هذا يعني هل هذا القرار لم ينفذ ولم يطبق على أرض الواقع حاليا؟ هو بالضرورة لن ينفذ ولا ينفذ هكذا هذا القرار. الجيش ينسحب إذا كان هنالك رغبة في الانسحاب الحقيقي، الجيش ينسحب بعد أن يمنح السلطة لهياكل دولة معروفة وليس مجرد الانسحاب من الحوار. أعتقد الانسحاب من الحوار هو لديه أهداف أخرى غير الأهداف الحقيقية المعلنة، وتكمن ذلك في أن الجيش يريد أن يلقي باللائمة على القوى المدنية التي من الطبيعي أن تختلف وتكون مختلفة ولديها وجهات نظر مختلفة. لكن العملي والحقيقي والواقعي هو أن ينسحب الجيش بعد أن يسلم السلطات لجهة مدنية محددة، وليس لتركها ملقاة على قارعة الطريق ويستخدمها هو ليأتي بعد فترة ويدعي أن القوى المدنية لم تتفق حول برنامج أو حول رئيس مجلس وزراء أو حول حكومة مدنية. يعني سيد بركات، إذا تم الانسحاب يعني بخطوات معروفة وإذا تم التوافق المدني بعد تسليم السلطة المدنية، هل برأيك يعني ستقود هذه الخطوات إلى يعني بصورة مباشرة وصورة سريعة إلى يعني امتلاك المدنيين لهذه السلطة وسيتم إنغاذ البلاد، أم ستحصل عوائق يعني في هذه الفترة؟ هو شوف، الطامن الوحيد لانتقال حقيقي للسلطة من الجيش الذي يمتلك السلطة الآن إلى المدنيين أو إلى الحكومة المدنية هو وجود إعلان دستوري متفق حوله
ينقل السلطات بتعريفاتها، يعني يحدد السلطات لمجلس السيادة، لمجلس الوزراء، السلطة القضائية، السلطة النيابية وما إلى ذلك. لكن هذا الإعلان الدستوري هو الذي ينقل السلطة وليس الأشخاص. لكن مجرد الإعلان عن انسحاب الجيش من التفاوض هو هذا لا يعني أن السلطة قد انتقلت. الجيش أعلن حتى بعد الانسحاب من الحوار أعلن أنه سيشكل مجلس للأمن والدفاع. نعم صحيح. ربما ينقل كل سلطات مجلس السيادة ومجلس الوزراء إلى هذا المجلس، لا أحد. لذلك النقطة الأساسية هو الإعلان الدستوري. إعلان دستوري يوزع السلطات بشكل متفق حوله من قبل القوى المدنية والقوى العسكرية أيضا. ثم بعد ذلك يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء بناء على صلاحيات. إذا رأيت الآن في الواقع السياسي، مثلا عندما سئل مني أركم الناوي لماذا لا يتدخل في الأحداث التي تحصل في دارفور وغيرها، أفاد بأن ليس هنالك قانون يمنحه صلاة أو يحدد واجباته ومهامه. نعم، فلأنه تم اختيار حاكم دارفور من دون وجود قانون. هذا ما سيحدث تماما إذا تم اختيار رئيس مجلس وزراء من غير وجود إعلان دستوري يحدد السلطات ويفصلها. فيعني ذلك اختيار شخص في مكان من دون أي إمكانيات لإنجاز أي في هذا الاختيار. سيد النجار، يعني قيل أن رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره سيمنح صلاحيات كاملة جدا لتشكيل حكومته دون أن يفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع قوى الثورة. بداية، كيف قرأت هذا النص؟ ويعني أهمية التشاور مع قوى الثورة، ماذا تتوقع مخرجاته سيد بركات؟ نعم، هو يعني النص تحديدا فيه إشكال كبير. ما هي الصلاحيات التي ستمنح؟ نعم. الصلاحيات الواسعة التي ستمنح لمجلس الوزراء، لرئيس مجلس الوزراء. ثم يليه من هم الذين سيمنحونه هذه الصلاحيات؟ هل هو السلطة العسكرية أو المكون العسكري أم المكون المدني؟ فرضا أن المكون المدني اتفق على منحه صلاحيات واسعة، صلاحيات رئيس الجمهورية مثلا تمنح لرئيس مجلس الوزراء، وهذا كان منصوص عليه أيضا في الوثيقة الدستورية السابقة التي مزقت. السؤال يصبح من الذي سيمنعه هذه السلطة، ومن الذي سيحمي هذه الصلاحيات التي تمنح لرئيس مجلس الوزراء؟ بالتالي هناك أهمية لضرورة وجود وثيقة دستورية يتم الاتفاق عليها تحكم الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية، باعتبار أن الوثيقة الدستورية السابقة قد مزقت تماما وتفضل الشراكة وأصبحت غير فاعلة الآن وغير موجودة الآن، وقد حل العسكر مجلس السيادة نفسه، حتى المجلس الذي تم تكوينه من قبل البرهان تم حله الآن. فبالتالي نحن بحاجة إلى إعلان دستوري وإعلان سياسي متفق عليه من قبل القوى المدنية والقوى العسكرية جمعا. الآن الكرة كما يريد العسكر، الكرة في ملعب المدنيين بشكل أساسي. في ماذا؟ في أن يتفق المدنيين حول إعلان دستوري وإعلان سياسي، ثم برنامج عملي للفترة الانتقالية يخاطب القضايا التي طرحت في جميع المواثيق التي طرحت حتى الآن منذ انقلاب 25 أكتوبر حتى الآن. طيب سيد بركات، يعني أريد الوقوف في هذه الوثيقة الدستورية التي ذكرتها. يعني إذا تم تكوين أو لتكوين هذه الوثيقة الدستورية ما بين المدنيين وما بين العسكريين، برأيك يعني هل ستكون في مراحل سريعة أم ستكون هنالك عوائق؟ وأيضا تكوين هذه الوثيقة الدستورية يعني هل يحتاج إلى زمن طويل للتكوين والاتفاق عليه؟ ونحن نرى أن في خلال أسبوعين القادمين سيشكل يعني رئيس وزراء جديد. هو طبعا أنا حسب ما سمعت من تصريحات أن الفكي نفسه يعني عدل تصريحه بأن قوى الحرية والتغيير ستطرح هذه المبادرة للبحث مع القوى السياسية الأخرى والتحالفات الأخرى للوصول لآلية لاختيار رئيس مجلس الوزراء وليس تسميته، لأن التصريح خرج من الصحيفة بأن مجلس الحرية والتغيير سيسمي رئيس مجلس الوزراء، لكن الحقيقة هو أن الحرية والتغيير ستبحث مع بقية القوى. أعتقد هنا يعني في الواقع أعتقد ليس هنالك خلافات كبيرة بين القوى المدنية جميعا، فهي إذا راجعنا كل المواثيق التي طرحت من كل القوى المدنية
هي تتلخص في 4 إلى 5 نقاط حول التحول الديمقراطي الحقيقي، محاكمة مرتكبي الجرائم وفق قانون، إيجاد حل للجيش أو تعدد الجيوش في السودان، إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية، إزالة التمكين، قضايا معروفة ومتفق حولها من قبل جميع التحالفات والأحزاب السياسية السودانية أو القوى المدنية بشكل عام. لكن للأسف الشديد العائق الوحيد هو أن القوى المدنية كلها تتمترس حقل في مواثيقها ومواقفها وما إلى ذلك. لكن الشيء الذي يجعلنا نأمل في أن يصلوا لاتفاق أن التاريخ السوداني عادة دائما عقب الخلافات الكبيرة يأتي تحالفات كبيرة وقادرة على إنجاز عمل كبير، كما حدث خلال فترة في أواخر عهد النميري وانتفاضة أبريل. كان هنالك خلافات واسعة بين الأحزاب السياسية وصلت حد حروب وحتى دماء سالت، لكن في لحظة تاريخية استطاع الأحزاب السودانية تجاوز كل تلك الإخفاقات والخلافات والجلوس إلى توافق وطني تم أدى إلى انتفاضة أبريل. بنفس الطريقة أعتقد هنا فقط ينقصنا بعض الحكمة والموضوعية والتنازل عن الذاتي والشخصي للوصول إلى الأهداف، لأنه لو كما ذكرت لك لو راجعت الأهداف والمطلوبات التي طرحت في المواثيق والإعلانات السياسية من قبل جميع الأحزاب والتحالفات تكاد تكون متطابقة تماما، ليس هنالك خلاف، هنالك خلافات في الآليات. يعني مثلا الحرية والتغيير التوافق الوطني يرون أن الحوار هو المخرج الوحيد، الحرية والتغيير ترى أن يجب أن يتم الحوار في المقام الأول مع العسكر لإنهاء الانقلاب، ثم بعد ذلك يتم مع القوى السياسية. الحزب الشيوعي والتحالف الجزري الجديد يرى أن التغيير يجب هزيمة الانقلاب، هزيمة بشكل ثوري والتغيير كامل. لكن كل هذه الأفكار أو الوسائل تؤدي في النهاية إلى تحول ديمقراطي وفق شروط ومطالبات متفق عليها بين كل تلك الأشياء. جيد سيد بركات، يعني ذكرت عديد من المشكلات حاليا في كلامك، يعني في حديثك، من ضمنها تعدد الجيش في السودان. برأيك إذا تم دمج الجيش إلى قوة واحدة ما هي الإيجابيات التي سنراها في السودان؟ يعني طبعا واحدة من أكبر المخاطر التي تواجه التماسك الاجتماعي أو السلم الاجتماعي أو التي تهدد السلم الاجتماعي في السودان هو تعدد الجيوش. مطلوب طبعا أن يكون الجيش واحد وأن تحتكر الحكومة أو الجيش السوداني الوسائل العنف في جميع السلاح وما إلى ذلك. وجود عدد كبير من الجيوش الآن يجعل موقف كل جيش يتمترس في خلف موقفه، لأنه يرى أنه يمتلك سلاح ويمتلك قدرة للحرب وإلى فرض رأيه وما إلى ذلك. لكن لن يتحقق سلم الاجتماعي ولن يتحقق أو لن نبتعد عن المهددات الحقيقية التي تهدد بقاء السودان بشكل عام ما لم نتوصل إلى جيش واحد ودمج كل تلك القوات وفق البرامج الدولية المعروفة اللي هو إعادة الدمج والدي تي آر وما إلى ذلك. نعم. أعتقد هي خطوة مهمة، يعني ربما حتى اتفاقية جوبا للسلام بشر بها الناس فقط لأن كان فيها نص واضح حول الترتيبات الأمنية والترتيبات العسكرية، لكن للأسف الشديد حتى الآن لم تنفذ هذه الترتيبات إلا في نطاق ضيق، فقد تخرج عدد بسيط من القوات المشتركة في دارفور لحماية بعض المواقع. نعم. جميل. طيب سيد النجار، يعني برضو جاء في الإعلان، يعني في إعلان في وقت سابق تناغلته وسائل إعلام محلية سودانية، أن الجيش أيضا يعني سيكون أو بصدد إعلان رئيس وزراء جديد بعد 9 أشهر من دون وجود حكومة في البلاد. يعني كيف تنظر إلى هذا النص؟ وأيضا سمعنا أن بعد 2 أسبوع سيتم أيضا ترشيح رئيس وزراء جديد مدني، كيف تقارن يعني؟ نعم، هو هذا ما يقال له، يعني تصريح الجيش تحديدا باختيار رئيس مجلس وزراء
ما يقال له وضع العرب أمام الحصان، يعني الجيش انقلب، أو لا نريد أن نقول الجيش وإنما البرهان ومجموعته الأمنية المكون العسكري انقلب منذ 25 أكتوبر. هو في أول بيان صرح أنه خلال أسابيع سيتم اختيار رئيس مجلس وزراء، سيتم تكوين المجلس الوطني الانتقالي، سيتم اختيار حكومة من الكفاءات الوطنية، سيتم اختيار رئيس القضاء والنائب العام وما إلى ذلك. لكن الآن نحن تجاوزنا 9 أشهر منذ الانقلاب ولم يتم تكوين أي تنفيذ أي من الشروط أو من ما ورد في بيان الانقلاب. أعتقد ليس لم يتم ذلك أو لم يتأخر ذلك بسبب أن البرهان ومجلسه لم يجدوا شخصا مناسبا لرئيس مجلس الوزراء، ولكن السبب أنه لم يجد التوافق الوطني المطلوب، ويعرف تماما أن اختيار رئيس مجلس وزراء في كذا ظرف ليس هو الحل ولن يقود إلى أي حل، وإنما الحل في أن يتوافق السودانيين على وثيقة دستورية، وأن يتوافق على رئيس مجلس وزراء، وأن يتوافقوا على برنامج وطني يكمل الفترة الانتقالية ويقودها إلى مرحلة التحول الوطني. نعم. أو التحول الديمقراطي المطلوب. نعم سيد بركات، أيضا هناك يعني بعض التوقعات لحدوث خلافات في المرحلة القادمة ما بين المكون العسكري وأيضا يعني الحركات الموقعة على السلام والحزب الشيوعي السوداني في الأيام القادمة بعد هذا الإعلان لترشيح رئيس وزراء جديد خلال أسبوعين. يعني برأيك كيف ترى هذا الحدوث لهذه الاختلافات في المرحلة المقبلة؟ هي طبعا الاختلافات موجودة لحد كبير، هي واحدة من الأسباب الأساسية التي جعلت الانقلاب نفسه يستمر إلى الآن. لو لم يكن هذه الخلافات الواسعة بين القوى السياسية، أعتقد أن الانقلاب لم يكن ليدوم حتى ساعات بسيطة. لكن من الجيد أن تختلف القوى المدنية، من الجيد أن يكون هنالك وجهات نظر كثيرة مطروحة للساحة السودانية، خصوصا أن السودان بشكل عام دولة لم تتكون بعد، ليس هنالك ثوابت في السودان، ليس هنالك دستور منذ الاستقلال يمكن أن يبنى عليه، ليس هنالك حسم لقضية الهوية، لقضية نوع نظام الحكم فيدرالي كونفدرالي، ليس كل القضايا مطروحة للنقاش. فبالتالي وكأنك تبحث عن دولة جديدة تبنى تؤسس من جديد، فبالتالي طبيعي جدا أن تتعدد الخلافات ووجهات النظر ويكون هنالك تباينات. لكن أعتقد المشكلة الأساسية الآن في أن الجيش يعني ما زال يرى أنه الوصي على السودان، في أن الجيش أو قيادة الجيش يرى أنه هو من يحدد آلية وطريقة حكم السودان، وهذا خطأ كبير أعتقد منذ 56. حتى الأحزاب التي استغلت الجيش في بعض الانقلابات التي حدثت، إن كانت الجبهة الإسلامية أو أحزاب اليسار في 69 وما إلى ذلك، أعتقد أيضا استغلت القوى والجيش للانقلاب على الحكم، وأيضا فرض الجيش في النهاية رؤيته عبر النميري وعبر عمر البشير، ولم تصهر دور الأحزاب السياسية. فبالتالي الجيش ظل دائما يرى أنه هو الوصي على السودان. يعني هذه الرؤية التي فرضها الجيش فقط حصرها على يعني رؤية النميري والبشير، ولم يذكر رؤية الأحزاب السياسية. نعم الأحزاب السياسية انضوت واتمحلت، والقائد العسكري هو من تسلط أو هو من قاد وغير الثورة وفرض أفكاره، وليس الحزب السياسي. يعني حتى الانقلاب الأخير البشير في النهاية حدثت المفاصلة بينه وبين التراب الذي كان يمثل الشق المدني والحزب السياسي، ثم بعد ذلك فرض رؤيته هو الشخصية كمؤتمر وطني، والمؤتمر الوطني كان وعاء أوسع من الجبهة الإسلامية وأوسع من الحركة الإسلامية، ضم شخصيات حتى من خارج المسلمين. يعني لذلك وسع الماعون بأن سماه مؤتمر وطني. أنا أذكر أرك تونغ وبيويكوان وكثيرين من القادة أو من الشخصيات الغير إسلامية كانت موجودة في المؤتمر الوطني وما زالت من الشخصيات المسيحية. فبالتالي لم تفرض رؤية الجبهة الإسلامية، بالرغم من أن البشير نفسه كان عضو في، يعني لم يكن مثل النميري لم يكن
عضوا في الحزب الشيوعي أو في حركات اليسار النميري كان مستقلا، لكن البشير نفسه كان عضوا في الحركة الإسلامية، وقد ظهر ذلك في الفيديوهات التي ظهرت عقب الثورة. أعتقد في النهاية العساكر هم من يفرضون رؤيتهم وليس الأحزاب السياسية. لذلك واحدة من الإشكالات الأساسية ضرورة حل هذا التشابك ما بين دور الجيش الحقيقي في والمهني في أي دولة متقدمة. الجيش يقوم بحماية الدستور، يقوم بحماية الحدود، يقوم بحماية النظام السياسي وما إلى ذلك، وليس لديه رؤية سياسية يطرحها، وليس لديه أيديولوجيا حتى ينفذها من خلال الحكم. هذا ما يتم وهذا ما يحقق الاستقرار، وهذه هي نقطة الخلاف الحقيقية الآن بعد 25 أكتوبر. الخلافات حول الدور الأساسي للجيش، لأنه عندما يعني تقيم وثيقة دستورية تم التوافق فيها مع الجيش أو مع المكون العسكري وبرعاية دولية، ومن ثم في مرحلة ما رأى الجيش أن هذه الوثيقة لا تلبي طموحاته ولا تعبر عن رؤيته السياسية، وبالتالي انقلب عليها وألغى الوثيقة الدستورية وعطل الحكم في السودان. هذه هي الكارثة، يعني المشكلة. حتى يعني الخلاف إن كان بين المدنيين أعتقد لما كان قاد إلى انقلاب، كانوا جلسوا في طاولات تفاوض وتفاوضوا حتى الوصول إلى رؤية مشتركة من غير أن يكون هنالك دماء، ومن غير أن نفقد أكثر من 110 شهيد وشهيدة منذ 25 أكتوبر حتى الآن. نعم سيد بركات، يعني أيضا يعني أريد معرفة يعني في قرار انسحاب الجيش من القوى السياسية والمفاوضات السياسية في ساحة المجال المدنيين، وقيل أنه سيحل مجلس السيادة ويشكل مجلس الأمن والدفاع. برأيك ما هي ضرورة وضع تعريف محدد لهذا المجلس، مجلس الأمن والدفاع، خاصة في مسألة من يكون رئيسه يعني؟ نعم، هذه واحدة من القضايا الشائكة أيضا، لأنه مجلس الأمن والدفاع اقترحه المكون العسكري بأنه سيكون من قيادات الجيش المختلفة، إن كانت حركات مسلحة والجيش السوداني والدعم السريع، لكن ليقوم بمهام الأمن والدفاع. لكن هذا أيضا خطأ كبير. الأمن والدفاع هي مسؤولية الحكومة التنفيذية، مسؤولية رئيس الوزراء، وليس مسؤولية القوى الأمنية في السودان. القوى الأمنية هي قوى تنفيذية فقط، يجب أن يخطط لها الحكومة أيضا، الحكومة المدنية، ويجب أن يكون وزير الدفاع نفسه مدنيا، ويجب أن يكون رئيس هذا المجلس هو رئيس الوزراء. هنالك خلافات واسعة في هذا النطاق. لذلك من يحدد كل ذلك ويحدد الصلاحيات ويرسم دور لمجلس الأمن والدفاع بحيث يكون متجانسا مع الحكومة المدنية هو الوثيقة الدستورية أو الإعلان الدستوري الذي يتفق عليه المدنيون أيضا، وليس المكون العسكري لوحده يصطك قانونا لمجلس الأمن والدفاع ويمنح نفسه صلاحيات واسعة لصياغة الجيش وقيادته وما إلى ذلك. القيادة الفنية والتنفيذية داخل الجيش من مهام مجلس الأمن والدفاع، لكن السياسات العامة حول الجيش، الدمج، التمويل، كل ما التسليح، كل ما يخص ذلك، أعتقد هي مهمة مدنية من الأساس وليس مهمة الجيش، لأنه الجيش لوحده الآن يعني في الواقع اليوم منذ 25 أكتوبر حتى الآن الجيش هو المتحكم أو القوى الأمنية أو المكون العسكري هو المسيطر بشكل تمام على الواقع السوداني. لكن أنا لم نرى سلاما أمنيا ولم نرى أمنا يتحقق في السودان، بالعكس في دارفور في غيرها اندلعت كثير من المواجهات. كل ذلك يؤكد أن السلام لا يأتي أو الحفظ الأمني لا يأتي من بوسائل أمنية فقط أو باستخدام احتكار العنف للسلطة فقط. الأمن والسلام مرتبطان بثقافات، مرتبطان بسياسات عامة، مرتبطات باقتصاد، مرتبطات بقوانين، مرتبطات بقوانين تخص الأرض. نعم. سيد النجار، أيضا يعني الفكي في هذا الإطار
شدد على أهمية التوصل إلى الحركات الموقعة على اتفاق يعني السلام، وقال يجب التوصل إليها والتواصل معها إلى اتفاق، ورقم الوضع الراهن لهذه الحركات. برأيك هذا الوضع الراهن يعني هل سيؤثر على هذا الترشيح الذي قيل أنه بعد أسبوعين لتشكيل رئيس وزراء جديد؟ شوف أنت، بالرغم من مواقف الحركات، حركات سلام جوبا أو حركات السلام كما يطلق عليها، مواقفها من الانقلاب ودعمها وكانت الحاضنة السياسية للانقلاب، لكن مهم في علم السياسة أو في السياسة أن نعرف أنك لا تستطيع أن تنفي السيء، يعني لا تستطيع أن تجرده من حقه. ففي النهاية الحركات المسلحة برغم سوءها وما ارتكبته من أخطاء هي إحدى المكونات الأساسية في السودان، ويمتلكون الجوازات سودانية وجنسيات سودانية، ومن حقهم أن يطرحوا رؤيتهم كيفما شاءوا. فبالتالي من المهم جدا أن تتجه إليهم الحرية والتغيير أو محمد الفكي ومجموعته أن يتجهوا إلى الحركات المسلحة ويصلوا معهم إلى توافق. فعدم التوافق مع الحركات سلام جوبا في واختيار رئيس جمهور رئيس مجلس وزراء بعيدا عنهم سيعيدنا لنفس الدائرة ما قبل 25 أكتوبر، أنها كانت ترفض أن الحرية والتغيير تكون مساحات واسعة في الحكومة وتمثل بشكل أكبر، وهي التي تمثل الحاضنة السياسية وما إلى ذلك. نعم. فبالتالي من المهم جدا الوصول إلى اتفاق واضح مع الحركات المسلحة حول الرؤية الجديدة وحول حتى الآلية التي عبرها يتم تسمية رئيس مجلس الوزراء. نعم سيد النجار، أيضا يعني في نفس هذا الإطار في ذات السياق قال أن الشد والجذب بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة حول مطالبتهم بالمشاركة في السلطة كسياسيين، فيما مطلب الشارع هو حكومة مستقلة، كيف تقرأ هذا الجزء؟ هذه واحدة من كوارث اتفاق سلام جوبا. أنه فرض أعطى الحركات المسلحة، والحقيقة واحدة من المشاكل التي لامسناها في الفترة الماضية أن هذا النص أفرغ سلام جوبا نفسه من موضوعيته، لأنه حركات سلام جوبا رأت أن كل مطالب السلام في أن تمنح عدد محدد من الوزارات ومقاعد في المجلس السيادي وما إلى ذلك، وتحول الاتفاق من أوراق كثيرة وموضوعات كثيرة ناقشها الاتفاق إلى مجرد وزراء يجلسون في مجلس الوزراء وممثلين في المجلس السيادي. لذلك أعتقد من المهم جدا في الإعلان الدستوري القادم أو في الاتفاق القادم أن يتم الإعلان أو الاتفاق بشكل أساسي على أن تكون الحكومة حكومة كفاءات، حتى الحركات المسلحة تتنازل عن نصيبها في الحكومة التنفيذية وفي مجلس السيادة، ومن ثم تكون حكومة كفاءات تعبر عن السودان. يطلب من هذه الحكومة أن تنفذ برنامج متفق عليه، ليس عبر الشخصيات، وإنما تحاكم الحكومة عبر البرنامج. نعم. المتفق عليه. وعلى ذكر هذا الاتفاق يعني سيد بركات، يعني أيضا الفكي قال أن الحزب الشيوعي يرفض تماما التواصل السياسي مع قوى الحرية والتغيير، وقال أن الشيوعي هو جزء من الحرية والتغيير، وعلينا أن نجلس معا لاختيار يعني رئيس وزراء جديد. كيف تنظر إلى هذه الآراء خصوصا أن هنالك رفض؟ فهل برأيك سيتم الجلوس والتوصل إلى رأي واحد؟ نعم، أنا أعتقد أن الحزب الشيوعي السوداني هو حزب ذو تاريخ عريق في نعم. السودان، وأعتقد رغم أن موقفه يعني يراه البعض متطرفا، خصوصا أنه يتبنى التغيير الجذري باستمرار المظاهرات والمواكب إلى أن تتكون الكتلة الحرية وتستولى على البرلمان والقصر وما إلى ذلك، لكن أعتقد في سبيل ذلك، في سبيل تحقيق التغيير الجذري، هنالك يعني محطات كثيرة يمكن أن يمر عبرها الحزب الشيوعي السوداني ويمكن أن يجلس، خصوصا يعني من الأشياء التي تحمد للحرية والتغيير خلال الأسبوعين الماضيين، الحدث الأول أنها تجاوزت عما حدث في باهدار في الموكب الأخير، موكب التعايش السلمي، وتعاملت معه بحكمة، ثم تصريحات
قادة الحرية والتغيير بأنهم سيتواصلون مع الحزب الشيوعي السوداني بالرغم من رفض الحزب التواصل معهم أو الجلوس معهم، إلا أنهم مصرون على التواصل. أعتقد هذه النقطتين كانت نقاط إيجابية جدا في الحرية والتغيير، وطالما ذلك هو مسلكهم ورؤيتهم واجتهادهم، أعتقد أنهم سيصلون إلى اتفاق مع الحزب الشيوعي، خصوصا أن الحزب الشيوعي الآن أيضا دخل في تحالف اللي هو تحالف القوى الجزرية الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، وبالتالي أصبح لا يعبر عن موقفه فقط وإنما يعبر عن موقف لتحالف كامل. نعم. والتحالف لن يرفض الجلوس مع الحرية. نعم التغير. يعني أيضا أضاف الفكي في هذا الشأن سيد بركات أن العمل التحالفي هو مهم جدا وضروري، وقال أن الحرية والتغيير يعني لديها القدرة على العمل وتمتلك خطاب دولي، وإذا كان الجميع يتجه إلى عمل تحالفات ما الأسهل أن تتحالف مع ائتلاف موجود. يعني برأيك أهمية العمل التحالفي خصوصا في مثل هذا الوضع الراهن بالسودان؟ نعم، أعتقد واحدة من الإيجابيات التي حدثت أيضا في الفترة الأخيرة الآن أن هنالك أصبح أربع تحالفات واضحة في الساحة السياسية في المدنية في السودان، اللي هو قوى الشباب المقاومة أو لجان المقاومة، تحالف الحرية والتغيير المركزي، تحالف الحرية والتغيير التوافق الوطني، ثم تحالف قوى التغيير الجذري. هذه هي التحالفات الأساسية التي ظهرت في السودان، وأعتقد طالما تجمعت ليس من الصعب أن تتحد وتتفق حول برنامج محدد، على الأقل الحد الأدنى من البرامج التي يمكن أن تتفق حولها، وليس كل قضايا الفترة الانتقالية. وأصبح من السهل الآن أو أصبح الملعب جاهزا الآن لتحقيق التوافق الوطني المطلوب، بالرغم من وجود قوى خارج هذه التحالفات. هنالك قوى أخرى كثيرة، مثل كان هنالك تحالف مشهور اللي هو القوى المدنية، وكذلك الأجسام المطلبية، هي عدد كبير من الأجسام والقوى التي تشكل تلك التحالفات، لكنها انذابت في الفترة الأخيرة وأصبحت خارج الملعب ولا نرى لها دورا الآن في الساحة السياسية. لكن تكون تلك التحالفات أعتقد يسهل الأمر في الوصول إلى توافق وطني منشود خلال الفترة القريبة. نعم، أيضا قال أن من يرفض العمل المشترك مع قوى الحرية والتغيير يعني فلتعمل كل جهة بأدواتها، فإملاءات الحل غير مقبولة وعلى الجميع تقديم تنازلات. يعني إذا يعني كيف تغرق هذا الجزء، وما هي التنازلات التي ستقدم للوصول إلى يعني حكم مدني؟ نعم نعم، هذا كلام أعتقد موضوعي ووارد جدا، اللي هو السودان ليس هنالك من حق أي جهة كانت مهما كانت أن تفرض وتملي على الآخرين رؤيتها، لأن السودان ليس متفق حول القضايا المطروحة الآن في الساحة السياسية السودانية، هي قضايا كبيرة وليست متفق حولها، وبالتالي ليس من حق أي جهة أن تملي على الآخرين رؤيتها. نعم، من حقها أن تطرح رؤيتها وتدافع عنها وتسعى لتحقيقها، لكن ليس من حقها أن تملي على الجهات الأخرى. لذلك من باب المنطق والعدل أن تأخذ كل جهة أو كل تحالف أن يأخذ رؤيته ويجلس مع التحالفات الأخرى لإخراج المشتركات والاتفاق حولها حتى نصل إلى توافق وطني ينتصره الجميع، ونوقف يعني شلالات الدم التي تسيل في الشوارع السودانية منذ 25 أكتوبر حتى الآن، وكذلك في دارفور وفي النيل الأزرق وفي شرق السودان وما إلى ذلك. نعم. كل ذلك أعتقد حافز مهم للأحزاب السياسية والتحالفات السياسية بأن تجلس في طاولة مفاوضات واحدة للوصول إلى اتفاق وتوافق وطني. نعم سيد بركات، معكم مع سادة المشاهدين ننتقل إلى محورنا الثاني، ومحتجون يغلقون طريق أبو حمد ويطالبون بإقالة أردول. يعني سيد النجار، في هذا المجال وفي هذا المحور، يعني هذا الإقلاق لطريق الخرطوم أبو حمد بولاية نهر النيل، برأيك ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى ذلك الإغلاق، ولماذا إقالة مبارك أردول من الشركة السودانية للموارد المعدنية؟ أعتقد واحدة من الإشكالات الأساسية التي ترتكبها الشركة السودانية للتعدين بقيادة مبارك أردول
أن الشركة يعني أظهرت في الفترة الأخيرة أن لديها يعني العديد أو رؤوس أموال ضخمة أو لديها ميزانيات ضخمة، لدرجة أنها تفرق تلك الميزانيات في دعم حملة دارفور والشمالية ومستشفيات وغيرها. في نفس الوقت يرى المواطنين في أبي حمد والعبيدية تحديدا مناطق التعدين الأساسية لا يجد الناس هنالك حتى الماء النظيف ليشربوه، في حين أن مبارك أردول يشتري عمارة كمقر للشركة $50 مليون في الوقت الذي لا يجد فيها ولا مياه صالحة للشرب، لا يجد مستشفيات، لا يجد غيره، وهي المناطق الحقيقية التي تتأثر بمخلفات الذهب. هنالك استخدام السيانيد والزئبق التي يعني من أخطر المواد التي المواد الشديدة السمية التي تستخدم في إنتاج الذهب، ولا تجد تلك المناطق أي نوع من الرعاية والتنمية والعائد المجزي. فمن الطبيعي أن يخرج المواطنين يطالبون بحقهم ويطالبون بإقالة مبارك أردول، الذي يظهر لنا دائما في الإعلام بأن الشركة تمتلك أموالا ضخمة ويتصرف فيها هو كما يشاء وليس وفق سياسات وقوانين معروفة. نعم هنالك يعني بركات، أين هذه الأموال وأين موقع هذه الأموال من الاقتصاد السوداني الذي هو حاليا يمر بأنفاق مظلمة جدا ولا نرى النور من خلال هذه الشركات والفائدة على الاقتصاد السوداني؟ هي هذه المشكلة. أنا أعتقد المشكلة الحقيقية أن حتى الحكومة الانتقالية السابقة خلال السنتين ونصف التي قضتها لم تعدل قانون الشركة السودانية للموارد المعدنية، واستغل ذلك لأنه في الفترة السابقة كان المؤتمر الوطني أو الحكومة البائدة تستفيد من هذه الأموال في دعم أنشطتها ودعم أفرادها وقضايا، لذلك ساغت قانون بما يناسب ذلك. ثم أتى مبارك أردول ويدير الشركة بالقانون القديم الذي كان يحكمها في الفترة السابقة، وبالتالي يجمع كل تلك الأموال ويحدد هو، أو تحديدا المدير العام للشركة هو من يحدد أن المسؤولية المجتمعية الخاصة بالمجتمعات المنتجة للذهب يصرفها كيفما يشاء. يعني نعم هنالك نسبة محددة من العوائد الجليلة للذهب تذهب إلى شركة سودانية باعتبار أنها أموال خاصة بالمسؤولية المجتمعية، لكن صرف هذه الأموال تتوقف على رغبة وإرادة المدير العام اللي هو مبارك أردول، فبالتالي هو يوجه هذه الأموال كيفما يشاء. رأينا في المؤتمر الخاص في الورشة الخاصة بتقييم الحرية والتغيير أن تحديدا خالد سلك قد تحدث عن فساد كبير في الشركة السودانية للموارد المعدنية، ثم كتب مبارك أردول نفسه بأن خالد سلك نفسه كان طلب من الشركة السودانية أموالا لدعم الجرحى والمصابين في المظاهرات السابقة في السودان. هذا يدل على أن ليس هنالك لوائح وقوانين واضحة تضبط صرف أموال الشركة السودانية، وإنما الأمر متروك لمديرها العام يتصرف فيها كما يشاء، لدرجة أن رئيس مجلس شؤون مجلس الوزراء يطلب أو يستسمح المدير العام للشركة في أن يدفع لهم أموالا أو يتبرع بأموال لدعم الجرحى أو لعلاج الجرحى فبالتالي من حق مواطني، أنا زرت منطقة العبيدية وأبو حمد وما إلى ذلك، هنالك مجرد صحراء، لا توجد شوارع، لا توجد مياه، لا توجد، حتى العمال الذين يعملون في التعدين يعيشون ظروفا قاسية، مجرد رواكيب من نعم يعني هذه الاحتجاجات يعني سيد النجار توسعت في كل مناطق التعدين في ولاية نهر النيل، ينددون بضعف الخدمات يعني في هذه المناطق، خصوصا هذه المناطق الصحراوية، مناطق التعدين تحتاج إلى يعني إلى معينات من المياه ومن السكن المريح لمواصلة هذه الأعمال، ولكن التنديد بضعف الخدمات هو وسع
من الاحتياجات والتظاهرات في هذا الشأن وفي هذا الخصوص. ما تأثير ذلك على موقف الشركة يعني السودانية للموارد المعدنية وأيضا على الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة، رغم أننا لن نرى مد كبير للاقتصاد السوداني من هذه الشركة بالأموال؟ نعم، الشركة كانت يمكن كما رأينا في تقرير السي ان ان الأخير هنالك أكثر من 13 مليار ويزيد عن ذلك مهرب من السودان وخارج الاقتصاد السوداني. أعتقد أن وجود شركة نفسها بهذه الطريقة والآلية واحدة من الأخطاء الكبيرة. يعني هذا المورد يعد الذهب الآن يعد المورد الأول في السودان بعد أن انفصل الجنوب وتوقف تصدير البترول، كان يمكن أن يستخدم 13. أنا رأيت دراسة أجراها أحد الاقتصاديين في كيفية توزيع 13 مليار التي هربت من السودان خلال 2021، أفاد بأنه كان هذه الدراسة لشخص كان يعمل في وزارة البترول خلال الفترة الماضية أو الحكومة، فأفاد بأن هذه الدراسة أو هذا المبلغ كافي بأن يزيد إنتاج البترول في السودان 50%، بأن يوجد أو آليات وإمكانيات وشركات لإنتاج الغاز حتى يصبح السودان مصدر الغاز ويكتفي داخليا، كذلك في الزراعة في غيرها من بعض الشوارع بعض الكباري. فمبالغ بهذا الحجم تهرب من السودان ولا يدخل الاقتصاد السوداني، والشركة السودانية كل ما تفعلها هي يعني أخذ نصيب الدولة وكذلك نصيب المجتمعات المحلية من الشركات والأفراد العاملين في الذهب، وتأتي لتصرفها كيفما تشاء. يعني نعم سيد بركات، يعني هذا يعني هذه الاحتياجات هي في ولاية نهر النيل، أما بقية الأماكن التعدين في بقية أرجاء السودان برأيك هل ستتوقع أيضا حدوث احتجاجات في المناطق الأخرى؟ نعم، أنا أعتقد يعني رفض المجتمعات الأهلية أو المجتمعات التي توجد فيها مناطق تعدين وما إلى ذلك كلها الآن نبرتها ترتفع، بل رفض لممارسات الشركة السودانية للموارد المعدنية وكذلك لممارسات مديرها العام. وأعتقد قبل أبو حمد ونهر النيل كان هنالك احتجاجات في مناطق في دارفور وفي كردفان وفي الشمالية أيضا في منطقة مناطق السكوت التي تنتج أيضا تعدين وما إلى ذلك. فأعتقد أن هذه الاحتجاجات ستتمدد وستطالب بتغيير، وهنالك حقيقي يعني هنالك ضرورة لتغيير قوانين هذه الشركة وإعادة النظر فيها. يعني لماذا شركة في وسيط ما بين المعدنين والعاملين في شأن تعدين الذهب ووزارة المالية أو وزارة الطاقة والتعدين أو وزارة، لماذا هنالك شركة وسيطة؟ يعني لماذا لا يدخل المبلغ مباشرة إلى خزينة الدولة إلى وزارة المالية تتصرف فيها وتدعم الاقتصاد السوداني بشكل مباشر، يعني من غير أن تأتي إلى شركة فيها موظفين وفيها إشراف وتصرف كما تشاء وتفعل كما تشاء ثم البقية تحول إلى وزارة المالية بطلب، في حين إن كل الشواهد تؤكد أن هذه الشركة تمتلك أموالا ضخمة. صحيح يعني صحيح. بدليل أن رئيس مجلس شؤون الوزراء يطلب منها مبالغ لدعمه كذلك، وحاكم دارفور يطلب منها، والولاية الشمالية أذكر أنا والية ولاية نهر النيل آمنة المكي كانت في خلافات كبيرة مع هذه الشركة، وعندما قدم المدير العام للشركة بعض أنابيب الإسطوانات الغاز لمستشفى عبرة أو إحدى المستشفيات في تلك المناطق، وقال أنها ضمن، وادعى المدير العام للشركة بأنها ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، فرفضت الوالية ذلك وقالت أن من حق هذه الولاية أن تأخذ نصيبا من الذهب المنتج من الولاية. صحيح. لدعم المجتمعات المحلية وليس تفضلا من الشركة السودانية للموارد، وإنما هو نصيب الولاية. نعم. يعني من هذا. نعم. التعديل ومن هذا. نعم. الذهب يعني. نعم. فهنالك إشكالات كبيرة، بعض منها قانونية وبعض منها متعلقة بممارسات المدير العام نفسه وسلوكه وأدائه في هذه المهنة،
فبالتالي أعتقد من حق المواطنين أن يطالبوا بحقهم، خصوصا أن الإعلام الآن مشغول بمبالغ ضخمة وكميات ضخمة من الذهب هرب من السودان بعيدا عن الاقتصاد. أتمنى النمو والاستقرار للسودان في كافة أرجائه ومناطقه. شكرا جزيلا أستاذ بركات النجار على هذا الرصد والتحليل القيم عبر برنامج مع الحدث. شكرا. شكرا جزيلا لك. الله يسعدك. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام لمتابعتكم لحلقة برنامج مع الحدث. أيضا تابعونا عبر وسيلة البرنامج على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام، وأيضا على قناتنا المباشرة على اليوتيوب. نحلل، نرصد ونحلل جديد القضايا السودانية المحلية والإقليمية والعالمية. ابقوا معنا لنبقيكم مع الحدث، ولكل حدث حديث. إلى اللقاء.